سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. حتى بأسوأ الظروف الأمنية اللي عم تشهد منطقة مثل الغوطة الشرقية، عم نلاقي سوريين مصرين أنهم يوقفوا مع أهلهم السوريين حتى لو بدهم يعرضوا حالهم للخطر. بهالحلقة بدنا نحكي لكم عن مطبخ إيد وحدة اللي بيأمن وجبات أكل مطبوخة للمحاصرين ببعض مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وبيتكفل أنه يوصلها للناس يلي بيستحقوها. مطبخ إيد وحدة هو مطبخ تابع لجمعية إيد وحدة اللي بتديرها السيدة فاتن والمعروفة بأم سميح، وتأسست سنة 2013 لتقدم خدماتها للكل بدون تمييز أو استثناء. بلشت الجمعية بمطبخ بسيط بوفر الأكل للمحتاجين، وكانت أم سميح وفريقها الصغير بيجمعوا التبرعات العينية من أصحاب المحلات بدونها، بيحضروا وجبات الأكل وبوزعوها على الناس المحتاجين ليساعدوهم بإطعام أولادهم، باستخدام طبعاً سيارتها الخاصة. ومع زيادة الاحتياجات كبر الفريق، وبالتالي زادت الوجبات اللي عم يتم توزيعها لحد ما وصل عدد الأشخاص المستفيدين من كل وجبة طبخ 250 شخص. المطبخ هو مو النشاط الوحيد لجمعية إيد وحدة، في كمان مركز للتدريب كانوا يعلموا فيه اللغة الإنجليزية ويعملوا دورات محو أمية وبعض التدريبات اليدوية، وقاعة الأنشطة كانت موجودة بمدينة حرستا، تستخدم أحياناً لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب. بس للأسف المركز علق أنشطته بحرستا بسبب القصف العنيف، وحالياً المركز عم يتم استخدامه كملجأ لحماية المدنيين من القصف. وجبات الطعام وكفالة 300 يتيم هنن النشاطين اللي عم تشتغل الجمعية عليهم بالوقت الحالي، وبتعتمد على التبرعات الفردية ودعم بعض المنظمات. وبما أنه كمؤسسة إغاثية بتعطي الأولوية للناس الأشد فقراً، فهي بالغوطة الشرقية اليوم عم تواجه تحدي كتير كبير، وهو أنه كل الناس تقريباً هنن صاروا أشد فقراً والإمكانيات كتير أقل من الحاجة. مشان هيك طلبت الجمعية الدعم المادي لتقدر تستمر بخدمة الناس عن طريق التبرع من خلال موقع اسمه Your Crying، والهدف جمع 20,000 دولار لتحضير وجبات الأكل للناس بالغوطة الشرقية، مع العلم أنه كل وجبة طبخ بتطعمي 250 شخص وبتكلف 1,500 دولار. إذا حابين تدعموا الجمعية بمشروع الإنساني، فوتوا على موقع www.youcaring.com واكتبوا بخانة البحث Save Eastern Ghouta Families from Staving، وبتوصلوا لصفحة المطبخ يلي فيكن تتبرعوا عليها. طبعا كل هاي المعلومات رح تلاقوها مكتوبة بوصف الحلقة. هالجمعية عم تقوم بمسؤولية تجاه السوريين بالغوطة، فخلينا كمان نحنا نقدم اللي منقدر عليه ونقوم بمسؤوليتنا كسوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.